إذن مشاهدي قناة شوف تي في، صباح الخير وصباح النور عليكم في هذا البث الصباحي المباشر مباشرة من نواحي بنسليمان. البصلة مازال طالعة في الثمن، واصلة 9 دراهم الكيلو. الصورة أمامكم، فلعشاق البصلة مازال طالعة الثمن ديالها 9 دراهم الكيلو. ما فيها باس نعطيكم أثمنة باقي أنواع الخضر الأخرى. مطيشة 5 دراهم، الخيار 7 دراهم، البطاطا 3 دراهم ونص، الفلفلة 8 دراهم، الدنجال 6 دراهم، ليشو 6 دراهم، شيفرون 8 دراهم، الجلبانة 12 درهم، اللوبيا 10 دراهم، قرعة الكسكسو 8 دراهم. هذه الأثمنة ديال الخضر الأخرى، فأغلبية الخضر تتجاوز 5 دراهم، يعني كاين الغلاط، كاين الثمن. نتمناو الخير، نتمناو إن شاء الله مع أمطار الخير يرجع الثمن شيئا ما، لأن هذه الأثمنة فقاصحة المواطن. في حديثي مع العديد من الحريفية أكدوا لي بأن هذا الثمن فهو قاصح على المواطنين، واكدوا لي بان اغلبيه الناس اللي كانوا كياخذوا 6 كيلو 7 فما بقاوش كيتجاوزوا الا كيلو ونصف 2 كيلو فقط من الحاجه. نتمنوا الخير، نتمنوا ان شاء الله تتقادر الامور. ف 6 كيلو اللي كانوا كيتقداو بعض الزبناء مثلا من الطماطم ولا من البصل ولا من البطاطس، فالبياع والشرايه العديد من البيع والشرايه قالوا لي بان اغلبيه الحريفيه ما بقاوش كياخذوا الا كيلو ولا كيلو. اذا دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الشعب، قناه شوف تي في، فصباحكم سعيد و مرحبا بكم في هذا الصبيحة، صبيحة اليوم الأربعاء. البصلة مازال طالع الثمن ديالها بشكل كبير وكبير، واصلة 9 دراهم الكيلو هنا نواحي بنسليمان. نتمنوا الخير، نتمنوا ان شاء الله مع هاد امطار الخير الماضيه، وان شاء الله امطار الخير اللي غادي تجي بحول الله تقاد الامور وترجع الاثمنه شيئا ما، لان 9 دراهم قاصحه بزاف وبزاف. فنتمنوا البصله الخضاريه تدخل السوق، الا دخلت البصله الخضاريه غادي يرجع الثمن. حتى سولت الناس الحريفيه على البصله الخضاريه مازال ما موجوداش في السوق، قالوا لي بانها باقا ما موجوداش، لان كان السنه ديال العام اللي فات جافه والناس ما اعتمدتش عليها، لان خاصها تسقيها فيها الله تقريبا مورا الشتا بواحد الايام قليله عاد حطتها في الارض. دونك ملي غتوجد الخضاريه فاكيد هاد البصله غيرجع الثمن ديالها بشكل رهيب ان شاء الله. اذا الصوره امامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه شوف تي في، لعشاق البصلة. البصلة موجودة تبارك الله كيف ما كتشوفوا معنا. ف بصلة الكركوب المليح، نهضر على الكركوب المليح، ف موجود تبارك الله، والثمن 180 ريال الكيلو، 9 دراهم الكيلو. الطاطا الحلوة كاينة أحمد، الحلوة 8 دراهم، الطاطا الحلوة الناس اللي كتسول على الحلوة، فالطاطا الحلوة 8 دراهم. هذه هي الأثمنة. نعاود نعطيكم الأثمنة بالسرعة ديال باقي أنواع الخضر قبل ما نودعكم. فالفلفلة 8 دراهم، كورجيت 8 دراهم 7، شيفرون 8، ليشو 6، الفلفلة 8، جلبانة 12، اللوبيا 10، القرعة ديال الكسكسو 10، مطيشة 5، بطاطا من 3 حتى 4 دراهم، خيزو 5 دراهم، كورجيت 7 دراهم. هذه هي أثمنة الخضر، يعني كلشي كيتجاوز 5 دراهم. الله يدير تاويل الخير، وهذه أثمنة الخضر. ودمتم في رعاية الله مشاهدينا الكرام، نلتقي في بث مباشر. إلى اللقاء مشاهدي قناة شوف تي في.